احنا في كم مليون سيارة في العالم؟ اتصور مئات الملايين في العالم كله. تصوروا في خلال الثمان سنين دول حجم السيارات الكهربائية اللي ممكن تطلع، او على الاقل الغاز والكهرباء ممكن تبقى قد ايه؟ 10%، 20%، 30%. هي دي الفرصة، هي دي الفرصة اللي هتوفرها، هتعمل احلال لحجم ضخم جدا من السيارات اللي بتستخدم الـ يعني الـ الطاقة الأحفورية، سواء كان سولار أو بنزين، يتحول إلى غاز أو كهرباء. إحنا في مصر كنا شايفين ده زي ما كل الناس كانت شايفها، بس اتحركنا فيه بسرعة كبيرة جدا جدا. أنا بتكلم على السيارات، ومن خمس سنين كنا بنتكلم مع شركات السيارات إن إحنا مستعدين هنا في مصر يكون لنا شراكة مع الشركات ديت لإقامة صناعة سيارات كهربائية في مصر. وابتدينا نعمل، مش هنعمل، ابتدينا نعمل مبادرات لإحلال السيارات الأولا بالغاز، ثم عندما يتوفر لنا صناعة السيارات الكهربائية اللي زي ما قال دولة الرئيس إن شاء الله اعتبارا من 2023 هيكون أول سيارة كهربائية مصرية تم إنتاجها. ده معناه ان احنا كدولة، لان احنا عارفين ان السيارة دي تكلفتها غالية وبتحتاج بنية اساسية ضخمة عشان يبقى ممكن السيارة دي تعمل بشكل او باخر، احنا بنتحرك كدولة في هذا المجال. زي ما بقول، لو كلنا تصورنا او كلنا كدول والقطاع الخاص شاف الفرص اللي موجودة في عملية الاجراءات اللي بتتعمل لمجابهة تغير المناخ، هيتحرك وهيشتغل فيها. هديكم برضو مثالين لحاجة احنا عملناها في مصر هنا وكانت بالنسبة لنا اتصور انها فرصة. الدكتور مصطفى اتكلم على موضوع البحيرات اللي كانت موجودة وحجم التلوث اللي كان موجود فيها.